هي المسؤولة عن سياساتها. سؤال نعم. أخير ربما لك سيد عادل، يعني كان هناك وعود من الحكومة السابقة وحكومة بن كيران جاءت وتعهدت بتنفيذ معظم أو ربما جميع الوعود السابقة، ويقول بعض المواطنين أو المتظاهرين إنها لم تفي بذلك، هي مكبلة مما؟ أريد فقط أن أوضح ما قاله السيد سعيد حول أنه الأعداد الوطنية تقول بأن لها برنامج ولكنها مقيدة بشركائها في الحكومة. أعتقد أن هناك لبس في هذا الموضوع. نحن شركاء العدالة الوطنية. العدالة الوطنية في الانتخابات في نوفمبر قالت بأنها تهدف إلى تحقيق 7% في معدل النمو. لا أحد يمنعها من تحقيق هذه النسبة، ولكنها غير قادرة على تقديم ما يمكن أن يحقق هذه النسبة. ايضا تكلموا عن حد ادنى الاجور الى رفعه الى 3000 درهم في الشهر، ولا احد داخل الاغلبيه يعترض حول هذا الموضوع، بل في المذكره التي رفعناها يوم اول امس فيها تذكير بهذا الموضوع، وهذه بالاسباب التي ادت بنا الى التحالف مع حزب العداله الوطنيه. عطفا على سؤالك نؤكد مره اخرى عن انه الحكومه الحاليه بقياده حزب العداله الوطنيه مع الاسف، وهذا كان موضوع نقاش وموضوعا ذكرناه في المذكره الاولى، على انه لم تفي بالتزامات الحكومه السابقه التي كان حزب الاستقلال يقودها، واعتبرنا على انه هذه الحكومه هي حكومه تتشكل من 4 احزاب فيها 90% من مكوناتها هي امتداد للحكومه السابقه. هناك اتفاق 26 ابريل مع النقابات تنفي مجموعه من الالتزامات لم تلتزم بها الحكومه. كان هناك اتفاق محضر يوليو 20 يوليو مع مجموعه معطلين لم يتم الالتزام به، ولهذا هناك الكثير من التخليات على الحكومه، وهذه ملاحظاتنا على الحكومه ونحن داخلها. نعم. وقدمنا هذه الملاحظات لاكثر من مره، ولهذا نحن هذا الوضع نبهنا اليه. مع ذلك هذا البلد هو بلد مستقر، ومن واجب جميع معارضه واغلبيه ان يعمل جميع الحفاظ على استقرار المغرب، لانه الاستقرار هو عمله مهمه وعمله قويه بالنسبه للاقتصاد الوطني. هناك امكانيات للنهوض الاقتصادي، ولكن يجب أن تكون هناك سياسات اقتصادية في مستوى المرحلة، وهذا ما ينقص رئيس. شكرا جزيلا لك سيد عادل بن حمزة عضو البرلمان عن حزب الاستقلال من الرباط. أيضا أشكرك سيد سعيد الرفاعي مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء على مشاركتك معنا هنا في الاستوديو.